مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من باقي الحكايه. الحلقات دي زي ما انتم عارفين على الهوا، والاسبوع اللي فات بنكون شفنا حلقه متسجله، والنهارده بنتكلم عن الموضوع بتاع الحلقه. قبل ما ادخل في موضوع حلقه الاسبوع اللي فات اللي هو هناخد اسئله عنها النهارده، عايزه الاول اعلق على حاجه. الحلقه اللي قبل كده اللي على الهوا اللي هي من اسبوعين كنا بنتكلم عن الاكتئاب. الحقيقه جالنا شويه تعليقات كويسه واشكركم، في ناس كتير بعتوا ايميلز، اللي عنده مشاكل بنحاول نرد عليه او نساعده، او اللي عنده استفسار. في ناس علقوا ان هم كانوا شويه مخضوضين، ازاي كان دكتور ماهر بيقول انه مثلا انه مش مفروض على طول نلجا للعلاج او للادويه، او انه في دكاتره كتير نفسيين بيكتبوا ادويه ملهاش لازمه، حاجه زي كده. يعني يمكن الكلام، الناس اللي اتضايقوا يعني من الكلام اللي زي ده او قلقوا منه، خدوه على اساس ان هو كلام عام، انه كل الدكاتره النفسيين بيعملوا كده، او انه مش مفروض ناخد دواء ومفروض نمشي سكه علاج. مش ده اللي كان مقصود، ولا هو ده اللي هو قصده. هو بيقول انه احيانا بيبقى فيه ادويه كتير ملهاش لازمه، كويس ان احنا بعد ما ناخد شويه ادويه او ما نحسش بتحسن ان احنا نكون بنستشير حد تاني، او يكون مثلا بنقابل الدكتور مرات كتيره ومش بيتكلم معانا، ان احنا نطلب منه ان هو يكون بيعمل معانا جلسات فيها مثلا علاج او اي حاجه، او يحولنا على شخص متخصص. واذا ده ما حصلش وانا مش شاعر بتحسن، ما فيهاش حاجه اما اكون بسال حد تاني. كلام مش عام، ومش بنقول وقفوا الدواء ولا اي حاجه، بالعكس احنا يعني حتى في الحلقه اللي هي متسجله كنا بنقول انه الدواء كتير جدا بيبقى اساسي لانه بيساعد في عمليه العلاج. فاحنا بنتاسف لو حصل يعني سوء تفاهم في الحته دي. بالنسبه بقى لحلقه النهارده، قبل ما نشوف ملخص الحلقه انا عايزه انبه انه يفضل، يعني احنا بنطالب انه يكون الابناء ما بيتفرجوش على الحلقه دي، لان دي بتخص العلاقه الجنسيه ما بين الزوجين. فبنقترح انه اقل من 16 سنه ما يتفرجوش على الحلقه دي. فيا ريت عندكم فرصه لو في اطفال بيتفرجوا عليها او قاعدين معاكم يكونوا بيقوموا، لانه هي يعني شويه كلام يعني بيخص اللي هم اكبر في السن. احنا دلوقتي هنشوف الملخص بتاع الحلقه ونرجع نبتدي نتكلم مع دكتور اشرف وناخد اسئله. هي مش متعامله مع اللي جواها، الاثنين ما تمش التعامل مع اللي جواهم، وبصراحه عداهم العيب، هو ما حدش ساعدهم يعني. زائد بقى يبقى دي اول مشكله الثقافه بتاعتنا برضو، يعني ده الادب كده، وحافظ على البنات ويلا وهي كده بنت هايله. ايوه وهو الرجاله بينقوا كده ساعات في اوقات كتيره يعني. فعايز واحده هايله كده، ان هي مش الحاجه دي بعيده عنها خالص ولا تيجي على بالها. وبعدين جه بقى عليها الحاجه التقليديه ان الراجل عايز، فبيأذيها، فبتبقى اصلا هي مش عايزه، زائد بتحس انها بتغتصب في اوقات او انه غصب عنها. فالموضوع بيبقى مكروه جدا جدا جدا. نفسها انه هو مثلا يبقى عنده وعكه او اي حاجه عشان ما يبقاش عايز. في حلول عمليه لانه واضح انه ده هيبقى الحل يعني مشكله عنه. نمسك الراجل خصوصا في السؤال الاولاني، ما ينفعش تعملها كده. انا عارف انك انت تعبان قوي، بس ما ينفعش تعملها كده، انت عمال تقفلها زياده. ايوه انت كل مره بتعمل علاقه جنسيه معاها وهي مش عايزه، انت بتاخدها بعيد اكتر. هو طبعا ما ينفعش يغتصبها في الزواج يعني، او يعني يجبرها على العلاقه، لكن يعمل ايه؟ ياخدها كده ويروحوا لدكتور نفساني. واللي في الحاله الثانيه لو في حاجه عضويه، في السؤال الثاني لو في حاجه عضويه نشوف الدسبيرونيا دي او الفاجنزمس، الدنيا ضيقه او الحاجه او في وجع في الانتركورس في الجماع، فنشوف يبقى ده حاجه الاول دكتور نساء. وبعد كده بنكمل نشوف برضو لو هي ما عندهاش رغبه خالص، هي محتاجه تكون بتتكلم مع حد، هي ازاي ما عندهاش رغبه؟ طب بتحب ايه تاني؟ احنا بنحاول نعرف هي او الانسان اللي مش حاسس بالجنس خالص هو عنده ازمه مع الجنس بالذات ولا مع المتعه عامه. وفي الحاجتين انت بتتكلم في حاجه نفسيه شويه. هل لو يعني قلنا سؤال يعني انا بساله، لو قلنا حلول عمليه زي انت مفروض تكون مثلا بتاخدها بالراحه، او بتكون مثلا هو محتاج بتحضرها، يعني محتاج ان يكون بياخدها بالراحه خالص. فلازم يراعي هي واقفه فين. لو احنا بنتكلم الرجاله بقى، هو لازم يراعي هي يعني هي مثلا ورا خالص او مش عارفه خالص عن الجنس او الجنس مقفول، يعني زي ما يكون يعني هي متجوزه بقى لها سنه ونص وواحده 3 سنين، بس ممكن تكون كانها بنت عذراء خالص. يعني هي محتاجه اصلا تكتشف جسمها، يعني هو محتاج مثلا يبتدي يبوسها، يبتدي يعني حاجات اللي هي فيها تحضير قبل يعني قبل على طول. دي مش مشكلتها، دي مشكلتهم هما الاثنين. هو لازم يفكر بالطريقه دي، وازاي هو ما يقفلهاش اكتر وما يأذيهاش اكتر وما يشوهلهاش الجنس جواها اكتر. فهو عايز يبتدي من انه جسمها ده حاجه خاصه ليها، يعني قدسيتها، يعني مش ما ينفعش كده بالعافيه. وفي نفس الوقت هو ربنا عايزنا نستمتع، فانت هتستمتعي لو عملت ايه؟ هتستمتعي لو انا عملت لك ايه؟ ممكن تكون مش عارفه بالظبط. فهم بيقعدوا يكتشفوا. هو اللي ما بيحصلش، مش بيحصل كده، بيحصل ان الرجاله بيتنشنوا، بيحس ان هو الله وانا مش راجل، او الدنيا هتقف ولا ايه، او ممكن مثلا يصار بسرعه او فعلى طول مثلا يحصل قصف او بالزبط. ينام معاه على طول، فبيخلص على طول، فبيخش في الجماع على طول، وبتبقى الموضوع غلس قوي. فهو كده بيوقفها خالص. فاحنا تاني انت محتاج ترجع تاخدها بالراحه من الاول، وهتمشي في سكه اسمها انا عايزه اكتشف جسمي. الراجل والست المكبوتين دول، الراجل او الست، انا عايزه اكتشف جسمي، عايزه اكتشف ايه اللي بيبسطني، وعايزه حتى لو هحتاج اتكلم مع حد اراجع نفسي مره ومرتين ومليون مره، افكر نفسي ان ده مش غلط، ده مش حرام. طيب ناخد تليفون، بقالنا كتير سايبينه. الو ايوه اتفضلي. هو انا كلمتكم قبل كده في حلقه البوفشون، وانا للاسف كان الوقت بتاعي كان في الاخر، فما لحقتش حتى اتكلم معاكم كتير. اتفضلي. الباقي عندي يعني ليه علاقه بموضوع النهارده. انا مشكلتي حصلت معايا وانا بنت، انا متجوزه بقالي 3 سنين. حصلت وانا بنت، ابقى ماشيه في الشارع وتحصل لي مواقف غريبه من الناس اللي بيبقوا ماشيين في الشارع، فحصل لي الى حد ما عقده بسبب المواضيع دي. مواقف قصدك تحرشات، ناس تكون بتحاول تلمسك او كده يعني؟ لا، ابقى ماشيه وحد ينادي عليا ويقول لي بصي، طب اتفرجي، حاجات كده. فجات لي شبه عقده من الموضوع. ايوه. بلس انا بقيت بخاف جدا، بقيت عندي عقده لدرجه ان انا خطيبي كنت مخطوبين وفتينا واتخطبنا تاني واتجوزنا. اول يوم في الجواز ده كان بالنسبه لي انا خلاص داخله اتذبح، داخله اتقتل. رفضت ان اعرف اي حاجه من اي حد، حتى من امي، من اخواتي، من صحابي، رفضت. طب دلوقتي انت واقفه فين؟ انا دلوقتي واقفه ان الدنيا دلوقتي واقفه لدرجه ان مفيش حاجه اسمها جنس. بتخنق جدا، وصلت لمرحله ان انا كارهه الموضوع لابعد حدود، بالاضافه ان زوجي مش بيعرف يتعامل معايا في الموضوع ده، عمل لي عقده نفسيه اكتر. بقيت رافضه الموضوع. انا شفت من يوم ما اتجوزت لغايه النهارده الاحساس الطبيعي اللي اي بنت بتحسه او اي مدام في الموضوع ده، ما حسيتش بيه مره او مرتين على بعض بمنتهى الامانه. طب معلش انا يعني كلامك مهم جدا، بس هو في تليفونات كتير، فقولي لي باختصار سؤالك او استفسارك ايه بالظبط عشان نقدر ناخد تليفونات تاني. انا عندي عقده نفسيه عايزه تعرفي تحليها ازاي. هو كمان بيتعامل معايا بتنشنه، يعني لو قارنت زي ما الدكتور كان بيقول. ايوه يعني نفس اللي بيحصل دلوقتي. حتى هو ما بيستحملش وبيتعامل معايا حتى لو انا رافضه بمنتهى الاهانه، بمنتهى الفظاعه. الموضوع ده لازم يحصل، يعني لازم. فانت عايزه تعرفي تحلي الازمه دي ازاي، مش كده؟ هو انا عندي عقده، انا رافضه الموضوع تماما لدرجه ان انا جات لي عقده من اي راجل ممكن يعمل الموضوع ده في الدنيا. طيب خليكي معانا، هناخد تليفون تاني وبعدين نرد على سؤالك. الو ايوه اتفضلي. دكتور نوال معايا؟ ايوه حضرتك على الهوا، اتفضلي. من فضلك كنت عاوزه اسال سؤال. دلوقتي انا متجوزه بقالي 7 سنين، وعندي مشكله كده انه جوزي كل ما اجي اطلب منه العلاقه الزوجيه بتاعتنا يعني يقعد يتحجج، يا مرهق يا تعبان يا كده. وعرفت مؤخرا ان هو بقى بيمارس العاده السريه دي مع نفسه، ويقدر ينام معايا انا يعني. ايوه. كنت عايزه اعرف يعني ايه الحل في الحكايه دي، مع ان انا دايما ببقى مهتميه بنفسي يعني، على اساس انه يعني اشجعه يعني هو الرياضي يعني فاضيق الحدود العلاقه الزوجيه بيننا بالسن يعني فاضيق الحدود. اشكرك ده سؤال مهم جدا، ميرسي قوي. نشوف السؤالين، حضرتك فاكر اول سؤال؟ السؤال اللي حصل لحضرتك السؤال الاولاني حاجه اسمها اكسهبيشنزم، انه حد يجي كده قدامك ويقوم معري نفسه، فدي تروما، دي يعني صدمة. ده إزاء نفسي واضح، وطبعا يقفل قوي لانه حاجه مقرفه وحاجه مخيفه وحاجه في حاجه تخض. بعد كده ان انا اعرف اتعامل جنسيا بنجاح مع جوزي حاجه ليك حق يعني صعبه، ما تحط عليها بقى لو انا مكبوت، لو تحط عليها الحاجات اللي هي بتاعتنا دي، بتاعت مجتمعنا دي وكل المجتمعات، واحنا من المجتمعات اللي عندنا مشكله اكبر، بتبقى صعبه قوي. الحقيقه برضو انه الرجاله بيتنشنوا، انا برضو انا بقول ده عشان بقول ده للرجاله، بقول ده للستات. الراجل ذهنيا بينهار، يعني بيحس انه يعني ايه؟ يعني انت مش عايزاني؟ يعني انت بتقرفي مني؟ طب لغايه امتى؟ انت بترفضيني؟ وبعدين تنط جواه افكار، زي ما يكون ساعتها بيبقى مش نفسيه مش كويس، فاي افكار ممكن تنهشه، افكار مش مظبوطه كده جوه دماغه، زي مثلا يعني انت مش راجل؟ لو اهلك عرفوا هيقولوا ايه؟ يا خايب، انت اخر واحد في كل اصحابك. فبيتلخبط قوي في رجولته، فبيبقى غلس قوي، جارح قوي، او يتقمص قوي ويبعد وكده، فكلها حاجات مش كويسه. فانا بحاول عايز اقول برضو للرجاله ما تنهروش قوي، هي مراتك بيبقى عندها مشكله وملوش دعوه خالص برجولتك، خالص برجولتك. وعايز اقول للستات برضو ما تحسيش ان جوزك يعني مش بني ادم، هو زي ما انت بتقفلي كده وتتلخبطي هو كمان بيبقى متلخبط. للمدام السؤال الاولاني، لا انت محتاجه تقعدي مع حد دكتور نفساني رسمي كده، دكتور نفساني. الحقيقه انت اتاذيتي نفسيا ومحتاجه مساعده نفسيه. ادي واحد. السؤال الثاني فاكره هي بتطلب منه العلاقه الجنسيه، بتطلب منه وهو بيرفض، بيتفرج او بيمارس العاده السريه. اكتشفت ان هو بيمارس العاده الجنسيه السريه، والممارسه معاها قليله جدا، قليله جدا. الحقيقه لما انا كنت بقول لك في الاول بقى قبل ما نستقبل الاسئله، بيصعب عليا الست اللي نسيت انها ست، واللي بتطلع متعتها في حاجات ثانيه، في العيال، في الاكل، في حاجات ثانيه. والراجل اللي هو اللي بيحصل ان الست كله الجنس ما تشوفوش، والراجل يخرج الجنس بره الجوازه. ليه؟ بس هو ده مش حاصل هنا. لا هو مخرج الجنس بره، بس مش بسببها، هي بسببها. لا 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 لا. أيوة. لا لا لا، مش بقول ان ده بسبب ده. أيوة. لا، في ست بتبقى عاديه خالص، بس الراجل بيبقى في دماغه جنس كتير وجنس ملوث، يعني شايفه قذر وكتير قوي. انا عايز اورال سكس، وعايز مش عارف ايه، وعايز حاجات كده اهو. انا نفسي وانا بقولها دلوقتي الان هقول ايه، اقول انهي لفظ وما اقولش انهي لفظ. فهو بيبقى حاسس ان الحاجات دي قذره. هي دلوقتي بتقول اعمل ايه؟ يعني هي اكتشفت انه عمال يعمل العاده السريه وسايبها. ما انا فاهم. انا برضه لازم اقول وضع الراجل ايه. فالراجل بيبقى عنده جنس كتير جواه، وحاسس انه الحاجه مش نظيفه، فمش عارف يدخلها جوازه. فالجنس اللي في جوازه يقل قوي ويبقى متهرب، ويبتدي يركز في انه يتفرج على حاجات. لما بيعمل كده اهو بيبقى بيتشوه الجنس جواه، فبيبقى مراته بالنسبه له مش مثيره. هو عايز حاجه مش نظيفه فيها ممارسات هو رايه انها مش نظيفه، مع انها ممكن تكون عاديه ما فيهاش مشكله. وستات كتير وبحسب مزاجه، بوظ الجنس جواه، والجنس مبني على ان هو يمتع نفسه، مش مبني على ان هو عايز يمتع اللي قدامه، فالدنيا باظت خالص. هي تعمل ايه؟ هي محتاجه تواجهه ولو هم مش هيقدروا على الكلام، لو هو مش هيقدر يستحمل الكلام او هي مش تستحمل الكلام، بنحتاج حد ثالث او حد مساعد او نقرا. فهي ببساطه كده اهو، هي محتاجه تروح تقول له انا بحس انك انت بتتفرج على حاجات، او انك انت بتمارس عادات سريه. انا تعبانه قوي، قول لي انت ايه اللي انت بتفكر فيه، او انت عايز ايه. زي ما بقول لك الصعوبه في ده ان هو ممكن برضو ما يعرفش يدخل الحوار معاها، مش قادر. في احدى القضايا المهمه قوي ان في ستات كتير بيحسوا ان دي خيانه زوجيه. ده ديبيتبل، انه لو هو يعني عليه خلاف الكلام ده، يعني صعب قوي، يعني صعبه لان ناس كتير قوي واقعه في الحكايه دي، رجاله كتير. حته صعبه، انا ما عنديش رد عليها، هي حته صعبه. هي محتاجه تتكلم معاه، تروح تتكلم معاه، ما تنطش في كرشه قوي، يعني ما تهاجموش قوي، لان ده هيخليه يطلع يجري اكتر. الرجاله لما بيتخضوا او لما بيكون الموضوع تقيل، كلمه مواجهه كلمه جامده، يعني هي تتكلم معاه، ما تخضوش قوي. اوكي، ناخد مكالمه. الو ايوه اتفضلي. لو سمحتي، انا عندي مشكله مع جوزي، ان انا متجوزه بقالي 5 سنين. انا بصراحه مش متابعه خالص من ناحيه العلاقه الجنسيه، ايوه مش مشبعه بمعنى انها قليله ولا انت مش بتنبسطي فيها؟ الناحيتين ان انا والحاجه الثانيه سلبيه. هو صوت حضرتك عمال يقطع، فلو التلفزيون شغال وطيه من فضلك واتكلمي بالراحه يعني. اتفضلي. بقول لك انا ببقى سلبيه يعني ما ببقاش. هو في حاجه في المكالمه بتبقي سلبيه؟ ايوه بالظبط. ايوه مش عارفه ايه. طب انا هطلب منك، معلش هو انا مش قادره اميز الكلام، فانا هطلب منك تقفلي وتحاولي تتصلي بينا تاني لانه مش قادره اميز السؤال خالص، انا متاسفه قوي. فمعلش اتصلي بينا تاني، ناخد سؤال تاني. الو. انا هطلب منك، معلش هو انا مش قادره اميز الكلام، فانا هطلب منك تقفلي وتحاولي توطي التلفزيون. ممكن حضرتك توطي التلفزيون اللي معانا دلوقتي على الهواء؟ ايوه ماشي. وطي التلفزيون، وطيه خالص على قد ما تقدري. ماشي اتفضلي. الو. ايوه سامعينك. مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير. انا بصراحه عايزه اكلم الدكتوره على اساس ان انا عندي مشكله في الختان. ايوه. اجرت ليا عمليه الختان يعني جامد. ايوه. ودي مأثره عليا مع زوجي تأثير جامد خالص يعني. هذا بيبقى عايز جلد ده كذا مره في اليوم، واحنا يعني لو حطيت معاه مره في اليوم يعني يبقى كويس خالص. رغم ان احنا يعني متجوزين من فتره طويله، الموضوع ده عمل ترسبات نفسيه. أيوة. ان انا بحس ان انا مش شفت معاه. انا ببقى متضايقه نفسيا وحاسه ان انا مش نافعه اصلا. طيب خليكي معانا، احنا هنرد على السؤال، هناخد سؤال تاني وبعدين هنرد على سؤال حضرتك. خليكي معانا اتفرجي على الحلقه وهنرد عليك. ناخد سؤال تاني. الو. الو. ايوه معاكي. ممكن توطي التلفزيون عشان في صدى صوت. اوطي التلفزيون. اوكي. وطيه خالص كده كويس. اتفضلي. الو. ايوه سامعينك، اتفضلي. أنا حضرتك متجوزة. طيب أنا متجوزة من 12 سنة. أيوه. ومن في الأول حضرتك كان جوزي عنده رغبة جامدة أوي، وأنا كنت يعني جديدة في المواضيع فمش عارفة يعني، ما كانش عندي الممارسة دي حاجة عادية أو كده. أيوه. فكان هو رغبته جامده، لكن انا ما كانش عندي كده. بس بعد ما دلوقتي 12 سنه وبعد فتره من المواضيع ده كان بيتكرر كتير، الموضوع ده كان رغبته شديده جدا. ايوه. لدرجه كان ممكن الموضوع ده يتم مرتين 3 مرات كل يوم. ايوه. لكن بعد مرور الوقت بدا القذف المبكر، مشكله القذف السريع عنده. ايوه. وبدات انا احس بالموضوع ده واحتياجي ليه في السن ده يعني. انا حاليا في ال30، في اوائل ال30، فبدا عندي احتياج جامد قوي في الموضوع ده. ايوه. فبعد المشكله ان هو يعني بدات فيه مشكله القذف السريع يعني، الممارسه او العلاقه ما بتستمرش اكتر من ثواني او دقيقه اوفر يعني، وبعد كده بيبتدي القذف. طيب قولي لنا سؤالك عشان خاطر نقدر ناخد مكالمات تاني. حضرتك بس علاج القذف السريع. اوكي. انتوا يعني عرضتوا نفسكم على دكتور او اي حد؟ في الاول ما ظهر الموضوع في دكتور راح هو يعني واداله علاج بس ما عملش نتيجه. طيب خلاص تابعينا هنحاول نرد عليكي. الاسئله اصعب من بعض يعني. السؤال بتاع الختان، السؤال ده صعب جدا. اشجعك بحاجه، عارف حضرتك اللي مش مختونين مش حاسين بحاجه قوي برضو، لان هم نفسيا مقفولين يعني، مقفلين نفسهم خالص من غير ما يقصدوا كده، الدنيا مقفوله عندهم. فانا عايز اشجعك انك انت ما تركزيش قوي، احنا دلوقتي بنتكلم في واقع انه انا اتختنت زي ما حضرتك قلتي انا مختونه جامد، بس هو في درجات. ايوه. فما تركزيش قوي على الحكايه دي، وان دي مخلياكي مش ست او هتخليكي اكيد ما تستمتعيش. فيبقى الموضوع زي ما يكون انت بتعرجي واحنا بندخلك مسابقه جري. جوزك كل مره في علاقه جنسيه بيقول لك يلا نجري وانت اصلا رجلك مقطوعه او رجلك بتعرجي، ما تفكريش بالطريقه دي. يعني انت ست وممكن تستمتعي بالحب وبالتلامس وبالحاجات اللي موجوده الجنسيه، حتى لو الاعضاء نفسها اللي بتحس قوي بالاحتكاك مش موجوده، لكن انا ممكن انبسط بالمشاعر وبالاحضان بالبوز بالحاجات اللي بتحصل، خصوصا لما اكون حاسه انه انا ست ومطلوبه وده راجل، الراجل ده بيحبني، الراجل ده مش بيمارس معايا الجنس عشان ما عندوش واحده غيري، فانا ست مضروبه وهو بيمارس معايا، فانا مش يعني هنعمل ايه؟ لا هو مهتم، يعني هو عايز، هو انت عاجباه، هي ممكن تنبسط بالرغم ان هي فهو عايزك وعايزك مش عامه، عايزك في حته في المنطقه دي، ف ما تتزنقيش قوي على قد ما تقدري، ما تقعديش تفكري في الامر ده قوي، ابعدي عنه، مش بتهربي منه لكن عشان ما تتزنقيش فيه قوي لانه هيخليكي مقفوله اثناء العلاقه. هو ملوش حل دلوقتي، يعني ما فيش حل في موضوع، ما فيش حل فيزيكال، ما فيش حل جسماني، لكن الحل هو ان انا اعدي ازاي اعرف انبسط، ازاي اشوف نفسي حلوه برضو. طيب حضرتك فاكر السؤال الثاني؟ هي في الاول ما كانتش بتنبسط، بعدين بقت تنبسط، بقت عايزه، وبعد سن ال 30 بقت عايزه قوي. هو بقى عنده مشكله القذف، هو عنده مشكله القذف السريع. القذف السريع بنتعامل معاه بطريقتين، واحد بادويه كده رسمي بتاجل القذف. ايوه. الحاجه الثانيه بتواصل حلو جيد، وساعات بيحتاجوا مساعده حد ثالث، معالج ما او لا، بس لو برضو كل ده مبني على انهم بيعرفوا يتواصلوا، يعملوا ايه عشان هو ما يقذفش بسرعه. ايوه. ففي حاجات بتتعمل تكنيكال بعملها علشان ما اقذفش بسرعه، يعني مثلا بلاش نعمل انتركورس في الاول، هنفضل نعمل مداعبه وقت طويل، يعني هو ممكن المداعبه اللي هو الفور بلاي ده يعملوا وقت طويل بحيث ان هو هي اولا هتنبسط لان هي دلوقتي ابتدت تستمتع بالعلاقه، فالمداعبه وقت طويل بالنسبه لها هي هتبقى حاجه كويسه، وهو في نفس الوقت هيأجل شويه. في حد برضو يقول لك لا، حتى في المداعبه على طول بيكسف على طول. ايوه. فساعتها هو في حاجه بتتعمل فعلا، مش الموضوع ما فيهوش فايده، يعني ليه علاج. بس عايز اقول ببساطه كده، بيقعد يمرن نفسه ذهنيا انه يسرح. انا عارف ان غريب اللي بقوله، بس هو ما يركزش قوي، لان هو لما بيركز قوي بيخلص. فهو لا، شتت نفسك، فانت ابقى اعمل وانت بتفكر، بتحاول تشتت نفسك، كأنك بتحاول ما تنبسطش، يعني عكس، بدل ما انت بتندمج انا بقول لك ما تندمجش، بحيث انك تدي نفسك فرصه وتقدر تطول الفتره. والدواء زائد الدواء. طيب هناخد سؤال تاني، غالبا ده هيكون اخر سؤال وبعدين يعني ناخد الرد. الو. ايوه، ممكن توطي التلفزيون لو سمحت؟ ايوه يا فندم، حاضر، شكرا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. معلش انا اسف ليكوا يعني. لا اتفضل، سؤالك ايه؟ الله يخليك. السؤال ان انا متجوز بقالي 21 سنه، ودلوقتي المدام دائما مش مقبله معايا، وتقول لي بقى احنا كبرنا، احنا طبعا في السن ده انا عندي 45 سنه، بس لسه يعني حاسس بنفسي ان انا لسه حياتي بدري. ايوه. فحضرتك عايز تلاقي حل. طيب معلش احنا فاضل لنا 4 دقايق على الحلقه، فهنجاوب على سؤالك على طول، خليك معانا. ماشي يا فندم، شكرا ليك. انا عايز استغل الفرصه واجاوب على السؤال ده. احنا يعني هديلك 3 دقايق. واحنا بنختم في نقطه مهمه عايز اقولها، هجاوب بيها على السؤال. اوكي. 45 سنه انتوا في ريعان الشباب، صح؟ ده حقيقي يعني. فانتوا ما كبرتوش خالص، والجمله دي جمله من الجمل اللي احنا بنقعد نقولها كده على نفسنا، احنا كبرنا خلاص مش عارف ايه، كل الناس بيقولوها بغض النظر، عارفه، من اول 34 لغايه 99 بنقول ان احنا كبرنا في السن. فمش حقيقي. المطلوب مني في حته الجنس دي حاجتين، واحد ان انا اوصل بوضوح ان انا عايز وانا احب ايه، ودي عشان تحصل محتاجه مني ان انا اكتشف انا بحب ايه. فمن خلال العلاقه انا ببقى عايز اعرف ايه اللي بيثيرني، يعني جسمي بيتفاعل مع ايه لما بعمل ايه. حضرتك سمعت السؤال كويس، هو بيقول ان المدام بتقول احنا كبرنا. فهي رافضه. ما انا عارف. اوكي. فاذا انا مطلوب مني ان انا بقول بوضوح ان انا عايز وانا بحب ايه في الجنس، فانا عايز علاقه وبحب كذا. الحاجه الثانيه يبقى اذا ده واجبي ان انا هقول اوكي. انا هعمل ايه بقى؟ اللي هيتقال لي يبقى لو اللي قدامي قال لي اللي هيقوله لي ده انا عايز اتعاون معاه، انا عايز اعمله. واللي انا هقوله له انا عايز استحمل لو هو مش قادر يعمله. فكلنا كده يعني. فانا بقول كده للزوج وبقول كده للزوجه لمراتك. إيه لما هو يقول لك ابذلي اقصى مجهود انك انت تدخلي نفسك في الامر ده، خشي في الحته دي، خشي في موضوع الجنس ده، خلي الحاجه دي ليها مكان في حياتكم. اغلبيه انت مش عشان انت كبرتي في السن، عشان انت ما كبرتيش ولا حاجه، بس عشان انت اصلا الحاجه من بدري كانت في اضيق الحدود، واحنا انبسطنا انه وصلنا ل 40 فبقى اسمها كبرنا. فهي ما انتوش كبرتوا، انتوا بس هي كابتوا ان انا ام نوت انتو الامر ده، انا مش جوه في الحاجه دي. فانا لو انا كحب للي قدامي لما يطلب مني حاجه انا عايز اعملها له، ولما انا بطلب منه حاجه انا عايز استحمل هو مش قادر يعملها قوي. فانا بقول للزوج اطلب منها واستحمل قدراتها البسيطه وانفتاحها البسيط على الامر ده، استحمله عشان تبقى محب، لان هو الجنس جزء من الحب مش حقوق شرعيه يعني. وليكي انت لما بيطلب منك، طب انت عايزه تحبيه، انت عايزه الحاجه دي تتفتح في حياتكم، وده وقت مناسب، مش انه الوقت عدى، الوقت مناسب انه العلاقه الجنسيه تزيد لو هو عايز كده، وانه العلاقه تبقى اغنى يعني، الجنس يبقى احلى، بانك انت تكتشفي جسمك اكتر وتشوفي هو بيحب ايه اكتر وتقولي له حاجات فتوحه تتفتح. بس طيب انا عايزه اشكرك يا دكتور، وانا عايزه اتاسف جدا للناس كتير اللي هم اتصلوا ومش عارفين نرد عليهم، اضطرينا نسيبهم شويه على الخط او نقطع عليهم او ما نستقبلش مكالمه. احنا يعني هنعمل حلقه ثانيه هنستقبل فيها مكالمات زي دي يوم الجمعه الجايه. احنا انا عارفه ان احنا بنعمل حلقات جمعه او جمعه لا، لكن استثناء للموضوع ده احنا هنعمل الحلقه الجايه الاسبوع الجاي، فاستنونا يوم الجمعه الجايه الساعه 8. اللي عنده اسئله وما عرفش يتصل بينا يكلمنا الجمعه الجايه. اشكركم ومستنياكم الاسبوع الجاي.